الزمالك بيفوز على غزل المحله في المحله 2-0، والاسماعيلي بيحقق فوز مستحق على فيوتشر بنتيجه 2-1. يا ريت لو لسه ما عملتش سبسكرايب في الشانل تعمل وتفعل الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. خلونا نبدا من مباراه فيوتشر والاسماعيلي في بطوله الدوري المصري اللي انتهت بفوز النادي الاسماعيلي بنتيجه 2-1. افتتح فيوتشر التسجيل عن طريق محمود مرعي، وتعادل الاسماعيلي من ركله الجزاء عن طريق باهر المحمدي، وقدر في الثواني الاخيره احمد مدبولي ان هو يضيف الهدف الثاني الاسماعيلي عشان يطلق حكم المباراه صفيره النهايه، ويعلن عن اهم فوز للنادي الاسماعيلي هذا الموسم اللي رفع رصيده من النقاط من النقطه رقم 23 للنقطه رقم 26، ويرتفع لاول مرة هذا الموسم في المركز رقم 13. طبعا الاعلام تعامل مع المباراة زي ما تكون مباراة في دوري اجنبي، مفيش استوديو تحليلي، يا دوبك كويس ان احنا عرفنا نشوف المباراة، عشان كده انا ببدأ بمباراة فيوتشر والاسماعيلي اللي فاز فيها، تاني بكرر، فاز فيها النادي الاسماعيلي بنتيجة 2-1، الحمد لله رب العالمين. الدوري المصري اندية جماهيرية فقط لا غير، انا لا اعترف الا بانديتنا الجماهيرية. المدير الفني للنادي الاسماعيلي كابتن حمزة الجمل النهاردة بدأ بتشكيل مكون من في حراسة المرمى عمر رضوان، خط الدفاع محمد دسوقي وباهر محمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي، خط الوسط محمد بيومي وحسن ياسين وعمر الوحش واحمد مدبولي، وفي الهجوم عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي. بينما جاء تشكيل فيوتشر اللي بدا بيه كابتن علي ماهر المباراه بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسه المرمى، جوزيف جونسون، سعد سمير، محمود مرعي ومحمود شعبان، خط الوسط كريم نيدفيد وغنام محمد ومحمد رضا بوبو، وفي خط الهجوم احمد رفعت ومروان محسن ومحمد فاروق. خليني اقول لحضراتكم ان كابتن حمزه الجمل النهارده عمل شويه تغييرات عن التشكيل اللي بدا فيه المباراه الماضيه مباراه نادي سموحه في الدوري. اولا النهارده كابتن حمزه الجمل ما لعبش 4-3-3 زي ما كان بيحب يبدا دايما، النهارده بدا ب 4-2-3-1. النهارده سحب زي ما كلنا طالبنا بالسيء في الفتره الاخيره محمد مخلوف، وبدا بحسن ياسين، لكن حمزه الجمل الكابتن حمزه الجمل النهارده عمل حاجه مختلفه في خط الوسط، اعتقد ان هي عملت ربكه في بدايه المباراه لخط وسط نادي الاسماعيلي. في المباراه الماضيه لما نزل حسن ياسين في الشوط الثاني في مباراه سموحه لعب حسن ياسين جناح ايسر، النهارده حسن ياسين بدا المباراه في مركز الجناح الايمن، وفي الجناح الايسر كان احمد مدبولي، وفي خط الوسط كصانع العاب بلاي ميكر رقم 10 بدا عبد الرحمن مجدي عكس ما كان بيبدا في المباريات اللي فاتت كجناح يمين. اعتقد ان الحكايه دي ربكت شويه الثلاثي اللي خد وقت عبال ما يعني خدوا على اماكنهم الجديده، او مش اماكن جديده هم اكيد لعبوا فيها قبل كده، لكن على الاماكن اللي ما كانوش بيلعبوا فيها في الفتره الاخيره. الشوط الاولاني كان سيطره متبادله ما بين الفريقين، بدا النادي الاسماعيلي بشكل افضل، وفي اخر ربع ساعه قدر فيوتشر يستحوذ على الكوره بشكل اكثر. انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0. في الشوط الثاني بدا فيوتشر ضاغط واستطاع ان هو يحصل على ركله جزاء. رايي الشخصي حاجتين عشان ابقى حقاني، ركله الجزاء انا مش شايف ان عمر رضوان عرقل مهاجم، ده اولا. ثانيا تصدى لركله الجزاء احمد رفعت، واستطاع عمر رضوان حارس مرمى الاسماعيلي المتالق اليوم اللي بدا اليوم على حساب محمد فوزي اللي عنده 3 انذارات، تصدى لركله الجزاء في رايي الشخصي برضه ان عمر رضوان تخطى الخط لما شاط احمد رفعت الكوره، كان برجليه الاثنين كان متقدم عمر رضوان عن مرماه. احنا بنقول الحق بغض النظر احنا بنساند مين، لكن لازم نقول الحق في النهايه. بعديها فضل نادي فيوتشر مسيطر لفتره، ضربه ركنيه جوناثان واحد من اخطر اللعيبه في الدوري المصري اللي بتلعب بيه رجلها الشمال رفعه، محمود مرعي لعبها مره براسه صدها عمر رضوان، لعبها الكوره الثانيه علشان يسجل الهدف بكل سهوله بدون اي ضغط من لعيبه النادي الاسماعيلي اللي تسلل ما بينهم محمود مرعي بكل سهوله وبغرابه شديده. وبرده هنا عندي حاجه على الفار، اعتقد والله اعلم ان الكوره محمود مرعي بدا يعني اعتقد انها جت في تحت كتفه، انا مش متاكد علشان اكون صريح، لكن كنت اتمنى ان هي كان يبقى فيها مراجعه. كابتن حمزه الجمل في رايي الشخصي برضو تاخر كثيرا في تغيير حسن ياسين اللي كان واضح ان هو النهارده بره نسق المباراه تماما، تحس ان المباراه اسرع منه، ما كانش مركز تماما عكس المباراه اللي فاتت مباراه نادي سموحه، حتى جون فيوتشر جه من كوره بدات الهجمه من كوره اتقطعت منه وسطت للكورنر دخلت في مرمى النادي الاسماعيلي، وبعديها مباشره سحب الكابتن حمزه الجمل ونزل احمد مصطفى اللي ظهر النهارده بوجه مغاير تماما. احمد مصطفى شن العديد من الهجمات من الناحيه اليمنى، ومن احدى هذه الكرات قدر ان هو يراوغ برجله اليمين وتحصل على ركله جزاء
في رايي الشخصي برضو ان انا في الاول ما كنتش حاسس انها ضربه جزاء قوي، لكن الفار يبدو ان هو ورى للحكم تداخل من مدافع فيوتشر على قدم احمد مصطفى. انا برضو مش متاكد عشان اكون صريح وعشان اكون امين، مش متاكد 100% انها ضربه جزاء صحيحه، لكن في الاخر هو ده قرار الحكم وسجل منها باهر المحمدي هدف التعادل للنادي الاسماعيلي، هدف التعادل الغالي. كان في تغييرات اخرى عملها الكابتن حمزه الجمل بخروج عبد الرحمن مجدي ونزول المهاجم خالد النبريس. لما نزل خالد النبريس راح احمد مدبولي كصانع العاب وراح في الجناح الشمال محمد الشامي، وجه في الجناح اليمين احمد مصطفى ولعب في القلب راس الحربه الصريح خالد النبريسي. اتغير تماما شكل واداء النادي الاسماعيلي بهذه التوليفه من كره مرتده سريعه جدا، قدر احمد مصطفى يعمل ثرو ولا اروع للسريع جدا المنطلق بكل سرعه احمد مدبولي اللي قدر يراوغ محمود جنش ويحط الكره بصعوبه بكل مهاره برجله الشمال في المرمى الخالي عشان يسجل النادي الاسماعيلي هدفه الثاني، ويطلق بعديها حكم المباراه مغفره نهايه المباراه عشان يحقق النادي الاسماعيلي اهم 3 نقاط ليه هذا الموسم. الحمد لله على السلامه يا درويش، اخيرا خرجنا كنادي اسماعيلي من منطقه الخطر، وربنا ما يعودها على النادي الاسماعيلي ايام باذن الله. سريعا كده عايز اشيد كالعاده بالنجم عمر الوحش اللي عمل النهارده اداء دفاعي وهجومي ولا اروع، ايضا الظهير الايسر محمد دسوقي اللي لو يبقى عنده المراوغات افضل من كده هيبقى مفيد جدا للنادي الاسماعيلي في الجبهه اليسرى. احمد مصطفى النهارده طبعا حدث ولا حرج، مبروك للدرويش، وان شاء الله المباراه القادمه اقدر يستعد ليها الدرويش باعصاب اهدى، الجهاز الفني يكون اهدى، مجلس الاداره يكون اهدى بعد ما تخطى النادي الاسماعيلي ازمه كبيره جدا، لكن لسه ضمان البقاء في جدول الدوري لم يتاكد حتى الان، لازم اللعيبه تكون مركزه حتى اخر مباراه. في فتره راحه مناسبه قبل مباراه بيراميدز ان شاء الله يكون اللعيبه استعدوا ويكونوا في افضل جاهزيه، مبروك للدراويش. نادي الزمالك على قمة الدوري، ثنائية على غزل المحلة باستاد غزل المحلة، الاستاد الصعب جدا، ماتش كان من الماتشات الصعبة اللي باقية لنادي الزمالك، نادي الزمالك بيتبقى ليه 9 مباريات، كده نادي الزمالك على قمة الدوري منفردا برصيد 57 نقطة في انتظار مباراة بيراميدز والنادي الأهلي، بيراميدز الثاني برصيد 50 نقطة، الأهلي الثالث برصيد 48 نقطة لكن ب3 مباريات أقل. الشوط الأول كان غزل المحلة أفضل وأضاع الكثير من الفرص، محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك تألق بشدة في أثناء أحداث الشوط الأول. نادي الزمالك بدأ بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، خط الدفاع محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، خط الوسط النهارده عاد حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي في مركزه كظهير أيمن، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، وفي الهجوم أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري وسيد عبد الله نمار اللاعب الموهوب جدا. أما تشكيل غزل المحلة فبدأ المباراة بتشكيل مكون من عمرو شعبان في الدفاع، هاني عادل، خالد سامي، معاذ الحناوي، ومصطفى العش، خط الوسط حميد ماو وأحمد الشيخ وإبراهيم أكوني، وفي الهجوم عبد الرحمن أجوير وعبده يحيى وهشام عادل. الشوط الثاني قدر نادي الزمالك يخطف هدفين عن طريق الموهوب المغربي أشرف بن شرقي، طبعا زي ما احنا عارفين أشرف بن شرقي عقده هينتهي بنهاية هذا الشهر تقريبا مع نادي الزمالك، هيلعب مباراة الكاس أمام النادي الأهلي يوم 21/7 بإذن الله، بعديها هيلعب مباراة سموحة يوم 24/7، ويقال انه بعديها هيختتم مسيرته مع نادي الزمالك وهينتقل لاحد الانديه الاخرى. غياب اشرف بن شرقي عن نادي الزمالك في فتره مؤثره جدا هيبقى امر في منتهى الصعوبه على جماهير نادي الزمالك، لكن ان شاء الله الزمالك قدها وقدود ويقدر يتخطى هذه المرحله الصعبه بدون اشرف بن شرقي، او لو قدروا يتوصلوا معاه لاتفاق انه يكمل الموسم يكون افضل اكيد. الهدف الاول النهارده اللي سجله اشرف بن شرقي كان عن طريق كالعاده عرضيه من احمد سيد زيزو من ضربه ركنيه، قدر اشرف بن شرقي ان هو يضعها في المرمى، والهدف الثاني تابع تسديده تصدى ليها حارس المحله وتابعها اشرف بن شرقي في مرمى نادي غزل المحله، مبروك لنادي الزمالك ويا رب دايما انديتنا الجماهيريه تكون في افراح كمان وكمان. لو لسه ما عملتش سبسكرايب في الشانل يا ريت تشرفني تعمل، يا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، ودائما وابدا انديتنا الجماهيريه اولا وفوق الجميع، شكرا ليكم، سلام عليكم.